ننتقل إلى المجهر السياسي، ومنها نقرأ: نقص حاد في عدد أخصائي الطب العدلي ووجود 8 فقط في الولايات. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن نقص حاد في الأطباء الشرعيين في وقت طالبت فيه هيئة الطب العدلي الوزارة بتأهيل البنيات التحتية للمشارح وتوفير المعدات اللازمة لها، فضلا عن الاهتمام بالمكون البشري وزيادة عدد الأطباء في المشارح. ودعا وزير الصحة مامون حميدة خلال مخاطبته الاجتماع الأول للطب العدلي أمس، دعا وزارة التعليم العالي ومجلس التخصصات الطبية بالاعتراف بشهادات التخصص ومنح الجامعات الحق في فتح فرص تدريس التخصص لطلاب الماجستير والدكتوراه في تخصص الطب الشرعي، بجانب منحها الإذن للقيام بعمل كورسات تدريبية لأطباء الامتياز والكوادر الطبية، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في تخريج أعداد أكبر لسد حاجة البلاد. 8 أخصائيين في الطب العدلي بكل ولايات السودان، بماذا تعلق أستاذ بكري؟ وطبعا لو كان الطبيب يعني يقبل القسمة على 2 كان نقول نصيب كل ولاية نصف طبيب أو أقل حقيقة، لأنه عندنا حوالي 17 ولاية. لكن بالقسمة المعروفة والمباشرة معناها أنه عندنا حوالي 9 ولايات لا يوجد فيها هذا النوع من التخصص الطبي. وطبعا دي مسألة حقيقة مزعجة، خاصة أنه السودان بشكل عام كده ما عنده مشكلة في كليات الطب ولا في تخريج الأطباء ولا حتى في التخصصات. من المعلوم أنه العديد من دول الجوار خاصة في الخليج تعتمد بشكل أساسي على الأطباء السودانيين. واضح أنه عندنا مشكلة ليس في التخصصات، ولكن عندنا مشكلة في توظيف هذه التخصصات في الداخل بمزايا حقيقة يعني تحفز هؤلاء الأطباء للعمل في السودان وفي ولايات السودان المختلفة. الإشكالية في تقديري ما هي إشكالية بتاعت تخصص بقدر ما إنها إشكالية بتاعت حافز ومحفز للعمل في هذا المجال وللعمل في الولايات بشكل عام. يعني هذا الحافز كيف يمكن أن يكون؟ ما في شك إن هذه مسؤولية الدولة. يعني أنت الآن عندك، بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية أعلن قبل يومين قرار عن فتح بند بشكل مفتوح في وزارة المالية لتعيين كل الخريجين وكل الأطباء يتم استيعابهم في الداخل. أنا أفتكر إنه لابد من معالجة أجور الأطباء ولابد من تحفيزهم، خاصة الذين يدفع بهم للعمل للولايات. لابد أن تكون هناك موازنة مقبولة ومقاربة في الرواتب تحفز هؤلاء الأطباء للعمل في الولايات وتحفز الأطباء خارج السودان للعودة والعمل داخل السودان، خاصة عندنا مشاكل كبيرة جدا. وقبل قليل هتحدث عن العلاج في القاهرة، من الأفضل حقيقة أن نستفيد من كوادرنا، لكن هذا يتطلب أن نحفز هذه الكوادر وأن نزيد من نسبة التخصصات في المجالات المختلفة من بينها الطب الشرعي. الطب الشرعي مهم جدا في عملية الكشف الجرائم، وهذا العدد الذي ذكر الآن لا يمكن أن يغطي، قليل جدا. من يستطيع أن يجعل دور الطب الشرعي في السودان دور مكتمل وأن الواجبات تؤدى كما هي، وتحفيز للأطباء للتخصص في هذا المجال، من هو المسؤول؟ طبعا العدد الآن قليل جدا، وقليل مع زيادة في معدلات الجريمة وزيادة في معدلات الجريمة القامدة التي تحتاج لهذا النوع من التخصص. طبعا الإنسان دائما بيلجأ للتخصصات اللي عندها مستقبل، فيه عائد مادي مجزي. نجد أغلب الأطباء أو الطلاب في مجال الطب دائما بيلجوا للتخصصات المتعلقة بالأطفال والجراحة والنساء والتوليد وما ذلك، مما لديها يعني سوق ورواج في العمل. أنت عشان تعمل معادلة لابد أن ترفع من التخصصات الأخرى، لابد أن تكون لديها نفس الحوافز ونفس العوامل الاقتصادية التي تجعل من الطالب أن يختار هذا النوع من التخصص. دي مسؤولية الدولة بدرجة كبيرة يعني.